النبي خير لنا من عربي خير لنا من عربي وسالا للنبي الله الله وسالا للنبي أهلا وسالا للنبي خير لنا من عربي يا ربي كرما لمن جعلته مكرما يا ربي كرما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير لنا من عربي خير لنا من عربي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق خلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده الرحمة تعلقت سرادة الأنزلة بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر الشرف في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وانضرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلى انقضى من نشر فضله في القريب والساسع ولو الحمد الذي لا تنحصر فرده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان لأن الشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سنة تصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى يا حبيبي كيف
حبيبي يا حبيبي كيف أشقى حبيبي العمال.
من حضرة الامتنان ويعد الزوع والسوء اللسان ويحر في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم الوطن والظهور ما ملأ الوجود خلقي انوار فتبارك الله من اله كريم وشردنا اياته في الذكر الحكيم بشارة قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه لجنة من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على اليقين من سر ذلك القدع والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رسالة وأدى الأمانة وأدى الله من الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل لمتفسرا سورة وقمرا منيرا فما أعظمها من متكر الله به على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة جمعها وأزكى تحياتها وسعيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الجمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لليقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها روح المصل عليه به وينبسط في قلبه نور سنة تلقي به وحبه ويكدوها بعناية الله في حسبه وعلى آله والصحبه الذي تقصه مدى المجد بقربه وتفيض للأشرف وتلذ الشرف لصبوته وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه منسي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم اعف لما تعلق إرادة في العالم القديم بذهور أنصر تغسل البشر الغنيم بتقديم تكريم نفضت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة على منة الغامرة فانفلقت البيت التصوير في العالم النقل الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول نسل كمال المتنقل الحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسر بالكريمة المبضان ومن سلب الضمه اللي وتمنى علي من الله النعمة هو القمر التام الذي نقل فيه بروزه والذي هذا الشرف به موطن استقراره وموضي خروجه وقد نقض الأقدر الأزل بما وقدت وظهر من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فغن مستقرها في الأسواب الفاخرة والأحلام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشر لا كالبشر ونرى نحي الأفكار ظهوره وبهار فتعلق في مدر الراقم لهذه الحروف ويرغم في هذا القرطاس ما ولد من عجائب ذلك نور معروف وإن كان استدلاله في بعشر من السور الصافي كذلك الموصوف تشويق للسامعين من أخواس المؤمنين وترويح المتلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقل من صوان خير الأنام ولكن هزني تدوين ما أحفظ من سير أشرف مخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين وقد رأيت في الكون منشوطا على من الأيام الشهور والسنين داعت نقبي هذه الحظة الكريمة ولعدت تشويق إلى السماء الصافي العظيمة وعلى الله ينفع به المتكلم والسام ولله ينفع به المتكلم والسامع ولله ينفع به المتكلم والسامع فادخلاني في شفاعة هذا النبي الشافع وادرحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب في هذا الحبيب أعلنت السماوات الأظلم فيهن بترحيب ومدر الجود الإلهي على أهل وجود تسديد ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله
الله أكبر ولن قدر ذلك شهد عين على هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه فأمد الحبوكم على من أدم الله عليه من نعمة من أخواس الأمة يهدر عند ودعه أمة نسان جنبه المسعود ومشار قتلها في هذا السماد الممدور فحضرت بتوفيق لسيد مريم وسيد آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من أشرف بالقسمة الوافية فهذا الوند الذي رتبلد على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح لكمال من النور أنعمود أبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك Yeah.
صلِّب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبالغ على ما قصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف رسلي محمد وسلام المستمر طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا هداه ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الاخلاق بما تضيق عن دياتك من كتابه بطون الاوراق. كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا، فاولهم الى مكارم الاخلاق سواء، واوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه من رؤوف لا يقول ولا يفعل الا معروفا، لو الخلق السهل ولا فضل ما حاد ولا على المعنى الجزل. اذا دعاه المسكين اجابه اجابه معجله، وهو الاب والشفيع الرحيم لليتيم والارمل. لا وله مع سنة الأخلاق هيبة القوية، التي تعدل منها فرائس الأقوياء من البرية. الله عليه ومن نشر الدين بضعض الطرق والمنازل، وبمعرفة الذكر طيبة المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجوه. أجمد في وصف الحبيب وشاني، وله العلا في مجده ومكاني. أوصف عز قد على مجدها، أحدت على ندم السها بعناني. صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاضه العلم ومن وقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العمد المقرب بين التكريم وتعظيم الخلق العظيم. فحسب مني أن أمسك عن الأقلام في هذا المقام، واقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما ندم نفر من ضرر اوصاف محمد عودا، توجهت الى الله مدسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في العمل مقبولا. توجهت في توجهات الخالص توسلة موصولة. اللهم يا من اليه توجهت الامل فتعوض ظافرا، وعلى باب عزة حضر حال فتغشاها من فيوت الغامرة. توجهت اليك باشر وسيل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد لعمد رسالة العالمين. انت الصلاة والسلام على تلك الذات الكاملة، مستودع امانتك وحفيد سرك وحامل رايه دعوتك الشامله. الاب الاكبر المحبوب لك والمخصوص بالشرف الافخار في كل موطن من مواطن القرب والظهر. قاسم امدادك عبادك، قاسم امدادك في عبادك، وساقي كؤوسي رشادك لاهل ودادك. سيد الكونين واشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص والمخصوص من قبل الخصائص. اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه واهل حضر اقتربي من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جهاد النبي الكريم، نرسل اليك بشرف مقامه العظيم. ان تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بين عنايتك، وان تحفظنا في جميع اضرارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصن وقايتك، وان تبلغنا من شرف القرب اليك والى هذا الحبيب غايه املنا، وتقبل منا ما تحركنا فيه من يدنا واعمالنا، وتجعلنا في حضاره هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق طبعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولهدي
عبادك من الحافظين. اللهم إنا لنا أبعما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا خيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين نجهدون وجهنا به إليك المتشعبين وتقبل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووزره وله وظهره وبقرة والشرف وجه أولادنا والدينا ولنقدنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الحجات ودم رائدات القوم في جميع الأضرار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنا وصورة وشك الله مكروبة المكروبين وقدنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانظر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وسجر المعددين الظالمين وابسط العذاب بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار ويدكم بدايد من عندك من نصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأديمنا في الأعمال بطاعتك وسنق خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأزم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم.